السلام عليكم خوتي المحسنين، انا رشيد ولد جديدة. عندي واحد المرض ديال القلب ما كتعاني بيه. على بالي داراني المعدم مني شي طبيب قال لي القلب، مني درت واحد راديو كبير قالوا لي راه عندك ثلاثه العروقه مبوشين، وانا ما في استطاعتيش باش ندير العمليه، خرجوا لي عمليه. سولت الطبيب على الثمن ديالها، قالت لي راه تسعه المنايل. انا ما خدامش بالجائحه وهذا، واللي زاد درني كتقول لي ارجو ما عرفتش. انا درك انا في الصباح كنت عند الطبيبه سولتها، قلت لها الا تعطلت عليها واش كاين شي مشكل ولا هذا، تقريبا بحال ما جاوبتنيش ما قالتش لي المشكل بالضبط، قالت لي ارجون عمليه. ما يمكنش، راه الحاله راه باينه، ما عنديش كيفاش. من الظروف الماديه ديالك؟ ما انا عايشه مع امي كتربي هاد وليدات صغار، ما نكذبش عليك الا خطبت انا شي حاجه كنجيبها، هادشي باش عايشين. ما كاينش مدخول قار، هذا هو المشكل. تسعه النين انا مني سمعتها ما نكذبش عليك، ما عرفت راسي واش تخلعت صدمت ما عرفتش، حنت بزاف عليا لواحد الدرجه. انا راه مني قالت لي الراديو سولتها قلت لها الراديو شحال، قالت لي 6000 درهم. انا 6000 درهم بديت كنخمم فيها، هذا واحد الدراري هما اللي الله يجازيهم بخير هما اللي وجدوها لي باش نمشي درت الراديو. سلمت امري لله سبحانه وتعالى، معروف شنو غيوقع، حيت الاعمار بيد الله. حنا ماشي غنقولوا راه اخر العمر، ولكن الاعمار بيد الله، حيت بين القلب راه هو الاساس. انا عندي فيه ثلاثه العروق بوشين، انا تقريبا الناس ما كنشوفوش بالليل، كيف كنت تكا كنت بوشه، كنحس براسي من انا كنوض نجلس اوبليغاتوار عليا خصني نجلس. هادشي علاش داير هاد الكرسي حدايا، هو اللي كنجلس فيه هو اللي كنرتاح فيه. انا دابا بحال هكا جالس ما مرتاحش، حاس كاينه شي حاجه. كتعاني مع هاد المرض بزاف، ما نقدر دابا نطلع في الدروج، ما نقدرش نتمشى حتى 100 متر، إلا مشيت 100 متر كنتشد خاصني أوبليغاتوار نوقف، ما نقدش نزيد، ماشي ما كنتش بحال هكا. الناس اللي كتعرفني راني كنت تبارك الله نتريني وندير، دابا صافي ما عرفتش. الطبيبة اللي دوزت ليا قالت لي هادشي اللي عندك راه ماشي ديال لاج ديالك، ما خاصكش تكون انت بحال هكا. اللي تعاون معايا الله يجازيه بخير، تعاونوا معايا وصافي. هادشي اللي كان حيت كلشي كيقول لي راه كاينين المحسنين اللي كيديروا هاد العمليات. انا قلت انا راني متشبت شويه بالحياه، انا مبغيتش تكون هادي هي النهايه ديالي. انا ما عنديش ولكن الا ما كتبت وما درتش هاد العمليه انا ما كنيئس من رحمه الله سبحانه وتعالى، ما ميؤوش منها. حيت الا ما درتهاش راني ديجا انا مسلم امري لله، انا مسلم امري لله سبحانه وتعالى، حيت اللي بغى الله راه هي اللي غتكون. المحسنين الله يجازيهم بخير، لا تعاونوا معايا بدلت العمليه، انا كنشوف في بحال امال اخر، ما كتبتش هاد الامال، راه الله هو اللي مطالع بكل شيء. ما عندي ما غندير، حيت الا بغاني الله سبحانه وتعالى راه بغاني نزيد نكمل في حياتي. انا عندي بنياتي، واحد البنت عندي سبحانك الله دابا نقدر نعيط لها نلقاها كتبكي، انا متأثر بزاف من جهتي.